لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك ربي حقا حقا، لبيك ربي تعبدا ورقا، لبيك ربي ذلا وانكسارا. اللهم يسر لنا ولكل مشتاق حج بيتك الحرام، ولا تحرمنا من الوقوف بعرفة هذا العام وكل عام يا رب العالمين، اللهم آمين. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته في هذا اليوم الأغر الميمون المبارك، في خير يوم طلعت عليه الشمس، في يوم عرفة. وما أدراكم ما عرفة؟ عرفة اليوم الذي يتجلى الله فيه على العباد، يغفر الزلات ويكفر السيئات ويضاعف الحسنات ويبيض الصحائف. ما من يوم طلعت عليه الشمس كهذا اليوم، هو أفضل يوم، خير يوم طلعت عليه الشمس. يعني يسعدني في هذا اليوم وفي هذه الحلقة أن ألتقي بالشيخين الكريمين المباركين الشابين الجميلين، الشيخ عبد الرازق الشهاوي. أهلا يا مولانا الشيخ عبد الرازق. أهلا وسهلا حضرتك، منورنا. الله يكرم حضرتك، كل عام وحضرتك بخير. ومولانا الشيخ محمد الجزار المبتهل بالإذاعة والتلفزيون. أهلا يا شيخ محمد. أهلا بحضرتك يا مولانا، نورتونا وشرفتونا وأسعدتونا. الله يكرم، وربنا يجمعنا كده على عرفة إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. وخير ما نبدأ به هذه الحلقة مع القرآن الكريم والشيخ عبد الرازق الشهاوي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من فاذكروا الله عند
أشعار الحرام. الله الله الله، يا سلام. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الله يفتح عليك يا شيخ عبراز إن شاء الله. ثم الناس واستغفر الله. الله الله. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. الله يفتح عليك ما شاء الله. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك ما شاء الله. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. شوفوا هذه الآيات المباركات، يا سلام كده وإحنا بنقرأ فإذا أفضتم من عرفات. والله بقى لما تقرأ فإذا أفضتم من عرفات في يوم عرفات على جبل عرفات، نعمة ما بعدها نعمة. إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، لدى الباب جبريل الأمين براحه، رسائل رحمانية النفحات، على كل أرض في الحجاز ملائك يزفون تحايا الله والبركات. الله. يوم عرفة يوم مبارك يوم مشهود. لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ يقول العلماء إن سيدنا آدم لما أهبط من الجنة هو والسيدة حواء تعارفا على جبل عرفة، فسمي هذا الجبل بهذا الاسم لأنهما تعارفا والتقيا عليه. هذا رأي. رأي آخر يقول سمي عرفة بعرفة لأن بني آدم يعترفون بذنوبهم لله جل وعلا في هذا المكان. وقيل بأن سيدنا جبريل كان يعلم النبي مناسك الحج، وكلما علمه ركنا من أركان الحج يقول له أعرفت؟ فيقول عرفت. وقيل سمي عرفة بهذا الاسم لما يفوح فيه من العرف الشذي رائحة طيبة بتفوح من هذا المكان في يوم عرفة، ويوم التجلي الأعظم، يوم الكرم، يوم مبارك يتجلى الله فيه على العباد. والله في يوم عرفة ده أطيل النظر إلى وجوه الناس بعد الفجر، أصلي الفجر بالناس في عرفة وأقوم أنظر للوجوه كده وأبص لده ولده ولده،
وأعيد النظر مرة أخرى عند المغرب، والله الوجوه تختلف. هذه الوجوه التي أظلمت من السيئات والذنوب والأوزار والآثام ما أن أتى عليها الغروب والمغرب إلا وقد ابيضت وتنورت ولاح عليها النور، لأنها أقبلت على الله جل وعلا. عرفة، وما أدراكم ما عرفة؟ كثير من المنشدين تغنوا في يوم عرفة. وعن الحج من أشهر الأناشيد والابتهالات التي قيلت في الحج ما بين زمزم والحطيم. تعالوا نسمع الكروان بتاعنا الشيخ محمد الجزار. الله يكرمك يا مولانا. بين الحجيج بين الحجيج وفرحة البشرى يا أشرق يا عيد أشرق يا عيد أشرق بين ضراعة وبكاء. الله الله. وهناك في عرفات كل خاشع بين ضرات وبكاء. ما شاء الله ما شاء الله. الله يفتح عليك يا شيخ محمد. أبكيتنا يا شيخ محمد. ما تيجوا نلبي كده مع بعض. الله يلا يا شيخ عبرازي سمعونا التلبية كده. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله يفتح عليكم يا رب. نلبي هذا العام وكل عام يا رب إن شاء الله. في يوم من الأيام واحد من الصالحين اسمه علي بن الموفق. علي بن الموفق ده كان معتاد أن يذهب للحج كل عام، وبيقول لما تمت لي 60 حجة يعني ذهب ووقف على عرفة 60 مرة. انتم متخيلين كرم من الله سبحانه وتعالى. فبعد الحجة 60 يقول ابن الموفق فقلت في نفسي لن أذهب للحج هذا العام. يقول فنمت فسمعت من يقول لي في المنام يا ابن الموفق، فانتبه فقال له هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ فقال ابن الموفق لا
لا يدخل بيتي إلا من أحب، قيل كذلك بيت الله لا يدعى إليه إلا من أحبه. الله الله، يا سلام على اللي ربنا يدعوه ويأذن له في التلبية والوقوف بعرفة. الحجاج والعمار وفد الله، ده كلام سيدنا النبي، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا وإن سألوه أعطاهم. واحد هيقول لي طب منين؟ مش معايا فلوس أحج منين؟ مش بالفلوس، يا ما ناس معاها فلوس ومش عارف يحج، لكن من دعاه الله إلى بيته لبى النداء. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بنذهب للحج وللأراضي المقدسة ونجد أناس يحجون ليس معهم القوت، لكن ملك الملوك سبحانه دعاهم إلى بيته. ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب، اطلب من ربنا بس وقول يا رب أنا عايز أحج، وكن صادق مع الله، سألوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ملبية، قول كده، لبي بروحك، لبي بقلبك، والله جل وعلا يستجيب لك إن شاء الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث تابعوا بين الحج والعمرة، حج بعد حج وعمرة بعد عمرة. ليه يا سيدنا النبي؟ قال فإنهما يعني الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وسبحان الله، اللي بينفق من ماله للحج يوم ربنا يخلف عليه قبل ما يجي زمن الحج أو قبل ما يجي موعد الحج. قال صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. فيعني شمروا وأعدوا واستعدوا وتجهزوا لهذه الدعوة المباركة من الله، وهي والله بالنية، إن صدقت النية يسر الله لك كل الأمور. تعالوا نسمع سيدنا الشيخ عبد الرازق، سمعنا حاجة كده عن الحج إن شاء الله. إن شاء الله. الحج وفانا هم معانا، الحج وفانا هم معانا، لن زرنا بنوبه الحرام، هم معانا والنبي دعانا، هم معانا والنبي دعانا. الكعبة فاضت أنوارا، حباها الله الأسرارا، الكعبة فاضت أنوارا، حباها الله أسرارا. أطوف بنفسي أدوارا، أطوف بقلبي أدوارا، وأصلي عند رؤياها. الحج وفانا هم معانا، الحج وفانا هم معانا، لن زرنا بنوبة الحرام، هم معانا والنبي دعانا. الله 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 الله، ما لنا مولى سوى الله. الله الله الله، ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. الله 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 الله، ما لنا مولى
سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. الله 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 يفتح عليكم ويبارك فيكم يا رب يا رب يا رب اكتبها لنا والكل مشتاق يا رب. آمين يا رب. نروح فاصل ونرجع لحضراتكم تاني. خليكم معانا وصلوا على الحبيب. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك ربي حقا حقا لبيك ربي تعبدا ورقا لبيك ربي ذلا وانكسارا. يا سائرين إلى الحبيب ترفقوا فالقلب بين رحالكم خلفته فما لي سوى قلبي وفيك أذبته وما لي سوى دمعي وفيك سكبته. في مثل هذا اليوم المبارك وقف سيدنا رسول الله كالبدر بل والله إن البدر هو الذي يشبهه. وقف على عرفة سيدنا النبي ومعاه ما يزيد عن 100,000 قيل 114,000 أو 119,000 على اختلاف في الروايات. ويقوم سيدنا النبي يقول لسيدنا بلال يا بلال أنصت لي الناس. أنتم متخيلين سيدنا النبي هيخطب بدون مكبرات صوت ولا ميكروفونات ولا أي شيء من التطور اللي موجود عندنا الآن، هيخطب بصوته العادي، لكن صوت سيدنا النبي مش زي أي صوت، وصوته أحسن الأصوات يسمع للآلاف كالمئات. فقول له يا بلال أنصت لي الناس، فيقوم سيدنا بلال يقول أيها الناس أنصتوا لرسول الله. يقف سيدنا النبي يخطب أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم عرفة، في شهركم هذا شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا في مكة المحرمة. ويخطب صلى الله عليه وسلم في الناس، وكان من ضمن ما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد وفاة سيدنا النبي وبعد وفاة سيدنا أبو بكر جاء واحد من اليهود لسيدنا عمر قال له يا عمر لقد نزلت عليكم معشر المسلمين آية لو نزلت علينا لاتخذنا يوم نزولها عيد. فسيدنا عمر قال له أي آية؟ فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فابتسم سيدنا عمر فقال له وما أدراك إنها نزلت في يومي عيد، مش عيد واحد ده في يومين عيد، نزلت على رسول الله عشية عرفة في يوم جمعة. فالله أكمل الدين وأتم النعمة وارتضى لنا الإسلام دينا وهدانا بسيدنا رسول الله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن جعلت أحمد لي نبيا. شرف إن احنا من أمة سيدنا النبي، وشرف إن احنا نذهب إلى هذه البقاع المقدسة إلى عرفة ومزدلفة ومنى والمشعر الحرام والبيت الحرام ونرى زمزم والمقام والصفا والمروة ونطوف بالكعبة وزمزم والحطيم وهذه الأنوار المباركة في كل مكان، نستشعر جلال الله في مكة ونستشعر كمال الله ونحن ندعوه. نسأل الله جل وعلا أن يرسل سلامنا وأشواقنا وتحياتنا إلى بيت الله الحرام، ونسمع الجزار وديلي سلامي يا رايح للحرام. وديلي سلامي يا رايح للحرام
وادعي لي وسلم لي على دي الأمام، ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على دي الأمم، وانظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها، انظر للكعبة يا محلاها نور وبهاء يغشاها، يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها وادعي لي، وادعي لي يا ساعي بهمة من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة، يا ساعي بهمة من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة، يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة، يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة، اطلب من مولاك الرحمة واسأله شفاعة وادعي لي، وادعي لي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، غرام شغلني مال كل فؤادي، هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، غرام شغلني ملا كل فؤادي، ادخل من باب السلام بتأدب واحترام، ادخل من باب السلام بتأدب واحترام، سلم على طه التهامي واسأله شفاعة وادعي لي، وادعي قطعت قلوبنا يا جزار. ايه يا عم الحلاوه دي ما شاء الله. يا رب وصل سلامنا لسيدنا النبي يا رب، وارزقنا زيارته والصلاة في روضته والسلام على حضرته، اللهم امين يا رب. يوم عرفة اكثر يوم يغفر الله فيه الذنوب للعباد ويعتق رقاب العباد من النار، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم اكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. وما رؤي الشيطان، خد بالك بقى، ما رؤي الشيطان في يوم أغيظ ولا أحقر ولا أصغر ولا أدحر منه في يوم عرفة. الشيطان يأخذ التراب ويضع على رأسه ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. سيدنا النبي يقول لنا كده: ما رؤي الشيطان في يوم أغيظ ولا أحقر ولا أصغر ولا أدحر منه في يوم عرفة. ليه؟ لما يرى من تنزل الرحمات على العباد. الإمام الغزالي بيحكي حكاية في كتاب الإحياء عن رجل صالح اسمه محمد بن المنكدر من التابعين. محمد بن المنكدر ربنا أكرمه وحج البيت الحرام 33 مرة. فمحمد بن المنكدر وهو واقف في المرة 33 ألهمه الله دعاء، قال إيه بقى على عرفة؟ اللهم إنك تعلم أني وقفت موقفي هذا 33 مرة، فالأولى عن نفسي حجة الفريضة، والثانية عن أبي، والثالثة عن أمي، يتبقى 30، و30 حجة عن كل من وقف بعرفة ولم تغفر له. فابن المنكدر قال الكلام ده ربنا، وبعدين نزل من عرفة على مزدلفة. لما بنروح مزدلفة بنصلي المغرب والعشاء قصرا جمع تأخير، وبننام في مزدلفة لغاية الفجر.
فيقوم ابن المنكدر ينام يشوف في المنام حد بيقول له يا ابن المنكدر أتجود على من خلق الجود؟ أتتكرم على من خلق الكرم؟ لقد غفر الله لكل من وقف بعرفة قبل أن يخلق عرفة. هو الغفار والغفور والودود والتواب والرؤوف، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هنيئا لمن سافر إلى الأراضي المقدسة، هنيئا لمن بات بمنى، وهنيئا لمن وقف على عرفة، وهنيئا لمن بات بمزدلفة، وهنيئا لمن نحر الهدي في يوم العيد. يا راحلين إلى منى بقيادي، شوقتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، والشوق أقلقني وصوت الحادي، أحرقتم قلبي على الجمر اللظى، وأسهرتم عيني وقل رقادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي يقول لي هائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي. قصيدة طويلة كتبها رجل مشتاق اسمه الشيخ البرعي، كتب هذه الأبيات ومات قبل أن يصل إلى مكة ليؤدي فريضة الحج، وكتب الله القبول لهذه الأبيات في كل بقاع الدنيا. تعالوا نسمعها بصوت الشيخ عبد الرازق. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم فسار دليلكم يا وحشتي، سرتم فسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي. حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا، حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا، بالقرب منه واسألوه متى با الله. الله جمعكم بأطهر بقعة وحباكم
كرما وفضلا طاب شرفتونا ونورتونا النهارده وربنا يجمعنا على عرفات ان شاء الله يا رب. اللهم امين. اللهم يسر لنا ولكل مشتاق حج بيتك الحرام امين. اللهم رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام يسر لنا ولكل مشتاق حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا الصلاة خلف المقام والشرب من ماء زمزم. يسر لنا زيارة حبيبك المصطفى عليه السلام. اللهم لا تحرمنا من الحرمين الشريفين ما أبقيتنا، لا تحرمنا من الحج والعمرة ما أحييتنا. اللهم ارزقنا الحج والعمرة كل عام وعلى الدوام. يسر لنا حج بيتك الحرام من غير حول منا ولا قوة. اللهم اجعلنا من الطائفين والساعين والواقفين بعرفة. اللهم ارزقنا الصلاة في روضة رسول الله. اللهم بلغ رسول الله سلامنا وأشواقنا وتحياتنا، رضه عنا وارض عنا برضاه عنا، أوردنا الحوض عليه وأسقنا من كفه الشريف شربة هنية روية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا يأتي علينا عرفة إلا ونحن على عرفة. اللهم لا يأتي علينا عرفة إلا ونحن على عرفة. اللهم لا يأتي علينا عرفة إلا ونحن على عرفة. وما ذلك عليك بعزيز يا قوي يا عزيز يا رب الأرض والسماء، يا رب الأرض والسماء. اكتبنا من حجاج بيتك الحرام هذا العام وكل عام وعلى الدوام. احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأدم علينا الأمن والأمان وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن له فضل علينا. اللهم رب لنا أولادنا ورب لنا بناتنا، واجعلهم قرة أعين لنا، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا وقفنا ببابك ولذنا بجنابك وتذللنا على أعتابك، فلا تردنا خائبين ولا عن بحر جودك محرومين. استجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين، يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفى. ارحم يا مولانا من هفى وجفى، وشفع فينا الحبيب المصطفى، واجعلنا ممن صفى ووفى وبالله اكتفى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم آمين. وآخر ما نختم به التلبية، علنا أن نكون من الملبين، نلبي معا إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة